أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا كبلا بنايا آيات طبان يشنات وصورة الجاسية كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحنا وقسوه ورمائي الدلوين أورا أو إلهي قطردي سوحداني ستصالينا يا وحينا وقودا بيجي ضدك مؤمنين تا إلهي سبحانه وتعالى إنو فري ونبغ فرعو لهي وأمرعو لهي إني إسكد دايان كوان ألا كبغين وكفارتا وحا دعا يوكهر يقيام ذا أن كبغين سي إلهي سبحانه وتعالى دافد داسقون وجاسيو لإلهي wixii ay kasbadeen oo jaasiyo oo markaasii qafrigaas oo markaasii adal kufaar ay iska dhaafeen ayadaasna markaa waxa weeye sabab nusulkeedii badan ayaanu ka soo marnay inkastoo waxa weeye qaybana ay noogaga dhinaayeen sabab nusulkii markaa aynu qayb soo qaadanay waxa kale oo la yiraahdaa markaas ayadan hadda aynu ka sii baxayno waa ayad makkiya hadii markaa taas la qabtana sabab nusulkeeda sida muqaatil uu sheegay nin oo bani qafar nima liira kamida ayaa sayid umar maka ku caayay markaas uu sayid umar wuxuu hamiyay inuu dilo hase yeeshee aayadaana soo digta markaas uu iska daayay waa markii waa makki la yiraado ama si imaam musaddi wuxuu dhahay dad oo asxaabta nabiga kamida kaleey salaam salaam oo ahlu makkah ayaa dhibaato fara badan waxay ku qabi jireen mushrikiinta ay ku qabi jireen intaan jihaadka la farin horteeda arintaasay nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam ay u sheegteen dibka ay ku hayaan ayadaana markaas soo degtay oo la leeyahay markaas iska daayay intaasina waxa weeye qaybihii ka dhinaay aayada sabab nusulkeeda weeye ilaahi wuxuu subhanahu mar hadii allah uu dhaagay liye si qoomay ma kaanu yaxsibuun allah wuxuu dhaay man amila ruuhi amal fala salihan amal suuban fali nafsi nafti saw amal falay amal fi an qofka duu sameeyo amal kaas نفع جيسة نفتيسة يا هليسة أفول بعمل كأو سمايو وعوية نفع جيسة نفتيسة هليسة فلنفسي وي من عمل روح عمل فلو ده إلهي سبحانه وتعالى صالحا عمل صوبا ولبا عمل صالحا الربا فلنفسي نفتيسة عمل فلو إلهي ومن أساء روح حمان فلنه فعليها فإساءته على نفسه ساس وي فعليها نفت كور كذا أي أهات إساءة داس مركا قفك وحوية وإنه دورته عمل وناسن إنه سمايه سي نفتي سيقو نعفسه هدي وحوية عمل حن أو سمايينه نفتي سيسي لوريسا نفتي سيسي لوريسا هو نفتي عمل كاس حن أو سمي وهي كده شيء أيا مركاسا وحوية ياكو إماناية فعليها أيود إلهي سبحانه وتعالى فإساءته على نفسي حمانتا سوسمي نفتي سدوشي ذي هانيسا ثم بعد يدور إله إلى ربكم ربكين حقيسا يا ترجعون الذين علينا يا وأدنيا ذا قفك عمل صالح كسمي يا قفك عمل حن كسمي يبا إلهي سبحانه وتعالى أيام ما لنت قيام الهرب قينا يا مركاسا إلهي لبضو ذبو جاسنا يا
ثم إلى ربكم ربينا أيا ترجعون الذين علاهو الله إلهي مركا وعوي قفك عمل صوبا سميي مالين تاس فرحض أيولا كل ما يا قفك عمل سيئ سميي وإن إلهي وقصون نغنه مالين تاس وحول كل ما يا فول حمؤية لباطئي عذابه لكل ما يا إلهي يقول سبحانه وتعالى ولقد حقيقه آتينا وانصيني بني إسرائيل غير بنو إسرائيل الكتاب كتاب كتوريدها أيان صيني iyo wal xukuma xukunki ayaan siinayo kitaabkaas dadka dhexdiisa lagu xukumiyo iyo wan nubuwata nabinimo oo nabi muuse iyo haaruun la siiyay oo reer banu isaa'il kamida warazaqnaahuma wa arzuqnaa da ilaahi reer banu isaa'il mina tayibaati shayala oo diib oo xalaalada ayaanu ku arzuqnay sida markay tihi ku jireen manniga iyo salwihi oo ma jiraan soomaali jirnay wa fadlalnaahum wa nufadilnay oo waxbaanu dheereysiinow da ilaahi alal aalamiina aalamiinta زمن كود واحد جوجا يوع قلده هاي أيانه كفر لنوده إلهي نعمة داس أيانه سيني تسد كذا عيدا لقال لي هو أوي نبي جن عليه السلام من تصي الله قد له نبي جن له صبر كليه قلب جل له وجود جيو أنبياء إلهي الرسول مرك الله ورحمه وحوي وتصلي النقطة يساهو نبي جي أمديس النقطة يساه معناه واحد كذا جن تاي سوى الله رهاي كفر قان كاج وحبه كمرجن أي كفريان maayela anagu waxa way reer banu isaa'il ayaanu seenay kitaaban seenay nicmooyin waaweyn ayaanu seenay ilaahiina kuma aysan shukrin bani aadanka ayaa dhaqankiisu saasi ahayo cidii waxa way nicma la siiyo sabab ha u noqdo bani aadamku ha u noqdo oo waxa way gacan markaasii sabab ho waasidaha ka soo gaarto ama bila waasidaba nicmadaas soo gaartay inuu san wax shukriya oo san lahayn marka nicmooyinka saasay markii la siiyay kufrigooda iska daaimeen maxay yala wixii markay tiiha ku jireen fircoon dhibaatadii uu ku hayay oo laga dul qaaday nicmo weyn waaye haddana waqtigii tiiha waxa way manniga iyo salwihi la sii jiray kitaabka tawreed ahaa iyo maaratay nabi muuse uu soo dejiyay waxa soo dhan waxa way nicmooyin waaweyn ay ahaayeen isla markaasina kuma aysan shukrin marka ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay qoonkaaga markaas waxyaabaha ay sameeyaan waxba aysan muruuxu gelinin سنة الله في خلقه ويو بني آدم كأي أساس كصوص عجري مركز سورة هي الله وعن سينو الإله كتاب كتورة هاي هي والحكم حكم أيان سيني هي والنبوة النبي نمو الإله ورزقناهم وأن أرزقناه الإله الهير بن إسرائيل من الطيبات شيئا أو طيب هو وناسا وعاكم إذا هاي مركز من نجي سلوه أياكم إذا هاي أو إلهي أسود جي هذا نال وحوره سبحانه وتعالى وفضلناهم وأن فضلني oo waxa weeye waanu fadlina macnaha wax dheeraad ayaanu siinay calal caalamiina caalamiinta caalamiinta caalamay zamaanihima laga wadaasaan meelo badan quraanka soo marnay dadka siminkooda joogay oo cuqalada ahay ayaa ilaahi ayaga ka fadlilay oo ka darajo dheereysay oo darajadooda ayaa kor looga qaaday taasaa markaasaa laga wadaa hadana ilaahi wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala waatiinahum waxaanu siinow dha ilaahi bayinaatin aayada cadcadow dha ilaahi من الأمر أمرك حقيس أمر دينك حراش يا حرامتي يا وحى صوت نبوي يا نبي أن عليه الصلاة والسلام أو أفضل الصلاة والسلام كركيس الله يعلي وحوي إلهي أوسوبحيي أو وحوي مركاسي أيقو مركاسي جوجة وحوي مركاسي إلهي أوسوبحيي يوحي مركاسي كإشكال قلي كتب توري ومركاس وعدينا أيه وأتيناهم وحانو سينو غير بنو إسرائيل توريت أنو قصينو الإلهي معنا وحوي وحان وعديني أمر الشريعة وعديني وعكلون وعديني نبي عليه الصلاة والسلام أمر كيسة نبي أن وح ويهي آية تولد وعدي إيه إن نبي أي خميان هدي أو صو ظاهره أو نبينا عليه الصلاة والسلام وحي تولد يكون يقينين مركز إلهي أول صوب حنايو أو مركز حقيقة يكون أجانا يان نبي آخر الزمان نويه وأتيناهم وحان سينو الإلهي بينات نور بينات aayada cad cadow ilaahi min al amri amarka agiis marka sidaas markii waxa way loo siiyay markii ay joogeen oo waqtigaas ay ahayday oo zaminkaas la siiyay oo tawreed way rumaysnaayeen hase yeeshee waxa way khilaaf waxa u dhashay markii waxa way cilmigo u yimiday oo nabiga cali sallam ilaahi uu soo bixiyay ayagoo nabiga cali sallam xasdaaya ayaa alla wuxuu dhahay فما اختلفوا اسم أيسان خلاف رير بنو إسرائيل أو اسكما خلاف النبي سوى بحنتيسة إلا من بعد ما انت كدموا ياني
جاءهم العلم علم ويمدي بغي نور إلهي حسد دراديسة وبينهم لحيض هذه حدث وحوي مركز لبغي حدث بينهم وحوي حسدا له حسد أي حسد آيان معايا لحسد كسيدي سبا وحكى الصوى خيرة أما وناقع يوقفك كفو غينيا حتى وحوي وحي حقها إنو أركا يوقفو غينيا وروح مركز محسودك أو حسد آيو وحوي أقوليها مجرد وناك السو ليها وناقع سؤم وقمايو مركز خلاف كوذا أنه حوي مذي أو نبغي سو خلافين مركز نبي إلهي سبحي أو شريعة أي عداتي أي مارتيها خلاف كامي مذي مركز كهر وحالي انت نبغي الله صوبحين رير بنو إسرائيل نبغي واسقوا فق صنايل علمك إيه شرعي مركو يمد أوكي لكتاب كودي أي إسخلافين وعن الله ربي مركة إنا اتفاق قود أو دائمه أو مروى البو أسيجره أو نبغي مركة أركان يقين أي سيسيا سدان لكن مدعين أهن تاس الله وحوده سبحانه وتعالى فما اختلفوا اسم أيسان خلاف نبغي صوبحين تيسة إلا من بعد ما انت كدمو ياني جاءهم العلم علم قويم ذي وحاورن تاس معاوعا بغيا أيور إلهي حسد دراديس وبينهم لحوض هذا حسد أي قبان أو نبي عليه الصلاة والسلام أي قبان أيا وحي كانت إني رمي وآيا معايا لحسدك وهو كان أيا قفك وح خير إنه قادم وآيو إلهي وعودا إن ربك رب قاقو يغلي وحكمنا أيا بينهم لحوضة يوم القيامة قيامة مالين تاذا في ما شيء أيوك حكمنا يا كانوا يا هذين فيه ماذا يختلفون كويس خلاف وهذا وحوي إلهي سبحانه وتعالى أي حكمنا يا إن ربك رب قاقول إلهي سبحانه وتعالى يغلي وحكمنا يا بينهم لحظوظة يوم القيامة قيامة ما لنتيذة في ما شيء أيوك حكمنا يا كانوا يا هذين فيه ساق يختلفون كويس خلاف وهي وحوي أمر الدين كاسهاي أو إسو خلافين أي الله حكمنا يا ثم جعلناك إلهي ما دام آيدي هو النبي تصليه وهايين هدنا إلهي رسولك صلى الله خضابا يا الله وحوداي ثم جعلناك وحانك يا نسيتك محمد كهو على شريعة طريقة كرك هذا أيانك يا من الأمر أمرك عجيس أمر الدين كهو إلهي فاتبعها شريعة أسراع إلهي ولا تتبعها راع أهواء الذين كوها ودودة لا يعلمون وحبأنا أكسونين وإلهي غير كيس عابو ذاية هالراعنا والإلهي ثم جعلناك مركة وحي إلهي رسول كيس أوسيي يا مقامك أوجوجيي أيا إلهي رسول كيس أوهرمي ما دام قول هذا سمركة سيئي نبغ بينيين أي حسدين أي صفات كيس قريين إلهي وحو صغيا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي مقامك أوجوجيي عدو حكا قادي كرتناء سنجر ثم جعلناك وحان وكيالنا والإلهي سيدك محمد كاهو على شريعة مرك هذا ثم جعلناك كافتاس وحوي ومفعول الأول لجعلنا أول مفعول قادني على شريعة وحوي مفعول ثاني واحد شريعة السيدة ذبا لغة مركي ليراد وحلو إطلاقة مورد الناس من الماء على المذهب وحوي شريعة وحيده جرى عربت الجاهلية دي لغة وضع ماشى مرك يسي بيها اللقاء أقول لي سوقي ماذا عيال هنقطة براك هنقطة إيك هنقطة بارك قل هنقطة بل هن نقطة وحكا سان نقطة وعاكلو لغو إدلاقا مركز مذهب تأيام ملادة لكن ما يشان وحا لولجه ذا ما شرعه الله لعباده وإلهي أدو منكيس أوجي ذي ودين تاسوي شرعنا وحا لغو مقعابي ولو قصدها لروان اللمقين كلا سيدا وحا وي بيها ما يشان جران لو سوم مقين كلو لو يمادو أما أونك لوغا قوهي شدو شرع هذا قفك قاته وحاوية أونك هاي أيا الدين أيو قف وحاوية أوناي أونك مركاسي داي واي شرع هذا وحاوية مركاسي وحاوية وشراب كل قنو لان أي مركاسو دا إلهي سبحانه وتعالى على شريعة نو إلهي من الأمر أمر كحقيس أمر كان وحاوية أمر الدين كوي أيا نقيا لنو إلهي سبحانه وتعالى فاتبعها راعو دا إلهي شرع هذا أسرع على شريعة من الدين وملة الإسلام والتي كان عليها إبراهيم شرائع ذا إلهي مكة لبدلين أنبياء الله للصوت دري وحاوية توحيد كاس وصول الدين كي كم ذا سنعين إيا مكارم الأخلاق ذا إيا مصالح ذا عامك وحيابها تغاير كأكيما ذو لغوك لتقى حق فروع ذا وي معايا لأنك اللفتر كان أيابا وحاوية شريعة ذا أصول إيا فروع إيا سوجرتا
ولا تتبع راع راعنا والإله هذا رسول كان عليه الصلاة والسلام مرعى يقواس ومعصوم وحمر كاس الأمر هاي أمله دجا ينقوي ضد كاس كفارته وحيابها هذا أي سميسين سيدا مارت يا قوانين تولع جاهي سميسين وكله إلا قف هذا يا لوب هني فتبعها عيون إله الشريعة قف كاس يا مكلفة أي إله وكل خضاب يا شريعة سنورا وعنا إله كريبة يا كو هودو ذا مركز كو رقما إنا مارت يا راعي معايا لقريش النبي وحيدهن ارجع إلى دين آبائك محمد ودين آباء ذات الله أبو فإنهم كانوا أفضل منك وأسنوا تتكا سواكا فضل بدناي وانكا دأويناي لقن كأنو هاي سجرني أيا وحاوية وحاد ودكا في عن وضد أذيكا كا دأوين أو كا فضل بدن أيا هوشا نسوي ودي جري أرنتان داي يرهدي شريعة مركا قفك هايستا walla ga yaaba waxaan iska day in la yiraahdo ee waxa weeye xeerkan iyo dhaqankan u soo laabo aan weeye markaas wala tatabi' raa'ina wal ilahi awa alladina ku hawadooda la yaqlamuna waxba aanan ogsoonin qofki shariicada ka leexda hawa ayu raacay isla markaas allah wuxuu sugayaa qof wax ma garata inuu yahay dadka shariicada ka leexanaya ee wax yaaba kaleentood oo shariicada khilaafsan ku dhaqmaaya waxa weeye dadan waxba garan weeye dadka sidaas ay noqonayaan maxay yeelow ilaahi innahum kuwa sawd ilaahi hawadooda raacaaya lan yuqnu ka daafic maayan anka xagaaga min allah ay min adab ilaahi ilay adabkiisa shay'an shay dadka waxa weeye waxaas lagu raacaayo biri qiyaamo adabku un ka daafic maayan nin walba ha fiirsado waxa lagu sugan yahay laga fiirsado qofka hadda maanta waxaas kugu raacaayo in isku raacna ku dhahay biri asaga meel uu ku gambado weynay adiguna cadaabka dhinaca aadka gelaysa laakiin maanta oo adduunyo la joogo ayaa laga fiirsa karaya alla wuxuu dhahay markaas waa loo cilaynaya waa la leeyahay qoladaas la raaci maayo innahum laannahum haayalaw ilaahi lan yughlunu kama daafacayaan anka xagaaga min allahi minka meeshaan waxaa la soo qadira mudaf ay min cadaabillaahi ilay cadaabkiisa shay an shay maayala hawada sadii la raaco cadaaba ka imaanaya hawada qofki jideeyayne qofow cadaab ka daafici karaa ma jirto asagina waa la cadaaba wuxuu ku raacna waa la cadaabaya ilaahi markaas uu dhawaa inna dhaalimina kuwa dhaaliminta ah u dhay ilaahi bacduun barkood awliya oo bacdi marka kale awliyadiisa weeye ilaan kuwa sawadooda raaci dhaalimin weeye adduunyadan markaas waxa weeye xariir ayay yihiin aakhirana saas weeyo markaas cadaab ayaa isku la degaya wa inna dhaalimina dhaaliminta u dhay ilaahi بعضهم بركود أولياء وبعض بركة كلا حرير كيسوي والله ألنا ولي المتقين متقين تإلهي كعب سدي ولي قود وي ألنا حرير متقين تأيو حرير ويها الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وي والله ألنا وأيو الإلهي سبحانه وتعالى ولي المتقين هو متقين تأو ألا كبقي ولي قود وي وامدك دورا يحفظنا وقار قارا قالتنا أيها أيها مركزا وحاوي ولي إسوء هذا مد كان أو قرآن كهود إلهي بصائر وي أرق تيالا وي أو للناس دادك أصغنا دي وحاوي معالم وحلوغو أغادو دادك أي أحكامتا إيا حدود إيا وحكا سحراش إيا حرامتا إيكو أغادان قرآن كهو حاوي هاي با إلهي سبحانه وتعالى وقوة رمى يو الله وحود هذا مد كان أو قرآن كهو بصائر وي wax lagu arko wax lagu ogaado way linnaasi dadka ayuu basaayir u yahay ilaahay wahudan hanun weeyo ilaahay wa rahmatun haris way hadana quraanku waxa weeye waa hanun baayda looga hanunaya waa rahmad iyo ihsaan oo qofka waxa weeye rumeyay naxariis ilaahay u haysta yaa u yahay marka liqoomin qoon oo ilaahay qoonkaas oo yuqununa yaqiinay dadka quraanka yaqiininaya quraanku waxa uu yahay basaayir uu yahay hanun ayuu u yahay raxmad ayuu u yahay marka waxaa lagu khasisay oo ilaahay wuxuu dhahay liqoomin yuqinuuna ilaahay qoon oo yaqiininaya dadka yaqiinta dalbaaya laakiin kufaarta iyo munaafiqiinta fahuwa wabaalun wa khusraanu calayhim hoog iyo khasaare ayuu ku yahay kuwaas ayaga ilaahay waxa weeye ma rumaynayaan allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala am xasiba alladiina huwuma waxay u maleeyeen ishtaraxuu kasbanaya assayi'aati xumaanyaalka أن نجعلهم إنانو كي يرينو كالذين كويو كلا آمنو رميي وعملو عمل فلي الصالحات عماش سوصوبا سواء
حالهم وسمن محياهم نلشاد أو إلهي إيو وماتهم جيردودو أيود إلهي سبحانه وتعالى سواء ومتسمن إلهي حول سبحانه وتعالى أم حسب الذين كو موحي أم ملايين إلا وحي إليهن وأطوره موت ولا إن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن وأطوره هذه على الشيغة وحي الشيغة يرون أغذانه إلهي ربي جيجي اللي يعيشوا قيام الله يصوب حياني إلهي أكتيسة وحان كلها إمارة يا وناك أيام كلها مركة هذا معناها وحوية أم حسب الذين ذان أمتان بمعنى همزة الإنكار واستفهام الإنكار مع نفوه وأنا منقدع وحال وقدر يا مر همزة وقدر يا وحدها مرنا بلوي وحدها أما صلب ذوضة وذجر معا مراد كالقليه وحوية ظني كان أي مريها إن ماشى لقصر ولا إنكره معنوه وحوية ما هبونا إن مركاسي وحوية ظني قاسو أوجره ظني قاس إن أوجره وحبون ما هنوه مركاسو دا إلهي سبحانه وتعالى أم حسب الذين كو محي أملايين اشترحوا كسبنا السيئات حمايارك كسبنا مراد كهذا اشتراحا لوجيه وحوية الاكتساب وهاي وحاكم إذا مثلا با خوارجت أياكم إذا خوارجت أو مركاسي وحوية أعمال سمي جري أو أعمال صالحة ظاهرك لكن عقيدته ذا يخربنا عين إمام الكلمي سيدا سيورنا هاي أو خوارجت أياكم إذا هورنا أو سيئات كسمي سنة عين سا سيورنا وحاكم إذا هاي وحي آيدا نكسو دكتي نلا ديه جرى عطبة إيا شيبة أو سرد شو أو مارت يا عطبة ابن ربيعة إيا شيبة ابن ربيعة هاي إيا وريد ابن عطبة أي كسو دكتي والذين آمنوا وعملوا صالحاتنا ويكسود دكتي سيد علي إيه سيد حمزة إيه عبيدة ابن الحرس ويكسود دكتي مركي مالينتي بذر دقالكي أصاب بحين ويهي أو أي ديلين فهل علماء وحيلة ويكسود دكتي قون مشركين تكمده معايلة وحيلة دين أنك وحانا لسينا يا آخر مركي لتاقو وحال لسينا يددك مؤمنين تا وحكا خير بدنا هيرينا سيدا هذا مارتا أيدي أن يسوق هذه نهرنا أصامرنا ولو رجعت إلى ربي إن اللي عنده للحسن أوله سواء تار مركاسي وحوي وخبرين قنيسا لكن ومركي الأخير سواء ليدهدو لكن مركي وحوي نصبها دي الأخيرين وحالين قنيسا إلهي يقول سبحانه وتعالى أم حسب الذين كو موحانو أم حسب الذين كو موحي أم ملايين يسن أم ملايين وي اشترحوا كسبنا السيئات حمايالك كفرك يا معاصدة أن نجعلهم إنا نكيرين كالذين كو يوكالي آمنوا رميي وعملوا عمل فلي الصالحات عماش صوصوبا سواء كوسما أما سواء حاله كوسما إلهي مركا دنا وحودهي محياهم كواس نلو شوذا إيوما ماتهم جيردودو سواء مركا تسو أدر خبر وادق وامت سما نلو شوذا جيردودو حو اسما داما وح نفعيا وح قيمة هو إليه المجرتوي وح مركا قيمة أو وح وي نفتادو أي لا هذا مجرتو جيردو ذي أنا رشاد إسكوميت واحد ساعة وحى حماضو إلهي سبحانه وتعالى ما شيء يا حماض يحكمون أي حكمنا يا وحى يحكمنا إنه إلهين إمارة يا لا إن بعسنا هدينا لصوب يا لنعدى من الخير مثل ما تعذونا هدينا لصوب يا أنت تاسود عدو وحنا لسينا يا خيرك وحى يدين كل يدين سيو كلامه منه تاسوها وي وأهل المكاس آدي هذاكم وي ساعة ما يحكمون إلهي ساء وحا حماده بئس وحا باصر عدود إلهي ما يحكمون وحي حكمنا آيه أرنتو سيدا سمعان وي آخراء يقو عذابي قلايا تاسو خلاف سنة لوش الدنيا ذا يكوها يستان معايلة الدنيا ذا راح يكوها يستان آخرنا عذابي قلايا مؤمنين تنا آخر جنة قلايا وصووا أيا إلهي قصة وابنا يعمل كودي صالحا وي الدنيا ذا قصة مايين صلاة إيه زكاة إيه صنك إيه حجك إيه غير كي سوي إلهي دنا وحوله سبحانه وتعالى وخلق الله الله وحو أبوري السماوات سماواتك يا والأرض الأرض بالحق حق نما أيوك أبوري وخلق الله الله وأبورو إلهي سبحانه وتعالى السماوات سماواتك والأرض الأرض إلهي وأبوري بالحق حق نما أيوك أبوري سماواتك أرض وحق نما الله وأبوري سي إلهي قطر ديسة وحدانيسة لوجود ليش دواي يا ولتجزى إلا الجاسية والإلهي كل نفس نفل أرك كل جيدة بما كسبت وحي كسبتي أو معاصية أم بدا عادة هوي مركا وحوي كافر كي مؤمن كما سن مايان ولتجزى إلا جاسية والإلهي سبحانه وتعالى كل نفس نفل أرك كل جيدة
بما كسبت وحي كسبتي لو جازيو ولو أبال مريو والحال هم أيغانا نفوساس لا يظلمون أن لذلمين ووحا وي مؤمن كسووغي سلغا نقصان مايو عذابنا لو زيادين مايو وحي مركاس كافر كأو متي والحال هم أيغانا لا يظلمون أن ذلمك ماشان حق اللغة وي والعشي في غير محله يا ليلة لا يظلمون وحبا أن لغا نقصان لي إلهي هدنا وحوده سبحانه وتعالى أفرأيت بلك ورى مول إلهي من دول اتخذ سميس إلهه وإلهيس هواه وديس كسميس وهو أذله الله ألا نؤلمي على علم علم حال ألا أكسغيه وكاس أغيهي وختم ألا أضبولي على سمعه مغل كيسي وقلبه قلب كيس وجعل ألا أيالي على بصره أرقيسن غشاوة ضبول أيالي فمن كيبا يهديه هنونناي من بعد الله إلهي بادي انتيسك بعدي أفلا تذكرون سوى سمي ميسين هذا آيات تن إيه مركاسي وحيا ببضان وكجرو سوى نزول كذا إيه تبدن بعيان وقصوا لابن يهدي ألي إلهدو أصيح شهد عشر كين انتاسوك إيه هاي الله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.